بعد ما شفنا السوق اللي عملته شركة كريسلر، تعالوا نشوف عملت ايه مع المتسابقين بتوعها داخل مركز الخدمة. هنشوفه في تقرير قدمته لنا زميلتنا زينة، وارجع لكم تاني. الفاينل دوت بيست اوف ذا بيست، بيبقى احسن ناس في كل ديلر. وعندنا بنبدا الامتحان دوت من اول السنه، بيبقى شغال الايفنت من اول السنه. كل كوارتر بنعمل تيست، او كل يعني 3 شهور بنعمل امتحان. الثلاث شهور الاولانيين بيتعمل فيهم اول ستيج، الستيج الاولانيه دول بيبقى فيها درجات الناس. وبعديها 3 شهور بنعمل ستيج ثانيه، ودي اخر ستيج دي الفاينل. الفاينل دول بقى اللي هيفوز فيها دول الوينرز خلال السنه كلها. تمام تمام. وخلال بعد الثلاث شهور الاولانيين والثانيين والثالثين بنختار اعلى ناس في كل النتورك وهم اللي بيخشوا الفاينل. تمام تمام. طب انا عايزه اكلمك يعني عن انتوا الاساس اللي بتختاروا الحاجات دي بيها، يعني المعايير اللي بتختاروا بيها الناس تمام. الامتحانات اللي بتتعمل كل كوارتر او كل ثلاث شهور ديت، ده بيبقى امتحان لكل فئه برضو. يعني في امتحان للدهان، امتحان للميكانيكا، امتحان للكهرباء، امتحان للمونتير. الدهان ده اللي هو الفرن اللي احنا شفناه قدام خالص، اللي هو في الاخر خالص دوت. تمام. الامتحانات دي بيمتحن فيها كل الناس في كل الديلر. اوكي تمام. وبعد كده بيجمع درجاتهم وبناخد اعلى درجات بعد ثالث امتحان. تمام. فهو ده اللي بيتعمل عشان الناس دي توصل هنا. اللي ورانا دلوقتي في عربيه، ده امتحان الكهرباء، دي اول عربيه فيه. ده هنا العميل بيشتكي ان عنده مشكله في صحه العربيه. تمام. وهنا طبعا عنده مشكله في صحه العربيه. مشكله صاحب العربيه دي بترجع طبعا لحاجات كتير جدا. ممكن تبقى مشكله حاجه يعني ليها علاقه بالميكانيكا، او حاجه ليها علاقه بالكهرباء. هنا ديت العربيه فيها مشكله ليها علاقه بالكهرباء، وليها علاقه بكهرباء الفتيس. تمام. لان الموضوع دلوقتي في العربيات ما بقاش زي الاول، الموضوع بقى معقد. و تقريبا كل حاجه دلوقتي بقت ماشيه على الكهرباء، يعني الفتيس بقى ماشي على الكهرباء، هو مش دايركت طبعا، بس الكهرباء هنا كمان عباره عن كمبيوتر. بس دي الكمبيوتر هو اللي ماشي على العربيه اكتر. بالظبط. هو مش كمبيوتر كمان واحد، يبقى في اكتر من كمبيوتر في كل عربيه على اختلاف كل نوع عربيه. تمام تمام. هنا طبعا الحاجات اللي عشان نوصل للمشكله ونوصل للعيب في اقل وقت واسرع وقت، لازم نستخدم السبيشال تولز او الاجهزه المخصصه للاعطال الفنيه اللي موجوده في العربيه. ده الجهاز اللي موجود عندنا هنا اللي بنستخدمه. تمام. ده عباره عن كمبيوتر بيقرا الكمبيوتر بتاع العربيه. اوكي. وبنحدد بيه مشاكل عيب، ده بيوصل على الكهرباء العربيه، بيوصل على السنسورز اللي في العربيه. أوكي. وبنعرف دي المشكله وبيسهل علينا الوقت. طبعا الجهاز ده فيري سنسيتيف ان هو يوصل للموضوع. طبعا. صح؟ تمام. بس طبعا ان احنا لازم دوت ده بيديني بس جايد، ولكن الشغل الاساسي لازم ارجع طبعا للسيرفيس مانيوال او دليل الاصلاح اللي هو كرايسلر عاملاه للعربيه. سيرفيس مانيوال. سيرفيس مانيوال. اوكي. اللي هو دليل الاصلاح. بالظبط. اوكي. بتاع كرايسلر. اوكي. دوت طبعا ده مجرد جايد بيديني العيب موجود فين، وانا بعد كده بشتغل على السيرفيس مانيوال هو اللي بيخليني امشي على الخطوات الاقل وقت والاسرع في الاصلاح. تمام. واحنا هنا دلوقتي يعني بنستخدم بويه اسمها بويه ميه، اللي هي مطارح ميه.
متعرف عليها ووتر بيز. ميه ووتر بيز. تمام. البويه ديت طبعا ما لهاش اي مساوي او سايد افكتس على اللي بيرش او الكلام ده زي زمان. فديت بس انا شفت اللي بيرش لابس ماسك و ده فور سيفتي بس مش عشان حاجه تانية. تمام. لان احنا دلوقتي امان. بالظبط. رشاش الرش لما بترش بيبقى في ضغط معين بيرش بيه مسدس الرش. تمام. في رذاذ بيطلع. الرذاذ ده ممكن يشمه عادي خالص. ما احنا شامين دلوقتي. احنا شامين الريحه. احنا شامين الريحه. اوكي. يعني مشكله الرذاذ اللي بيطلع الريحه ما فيهاش مشكله لان احنا في جوز اريا او منطقه مغلقه تماما. هو حر جدا عايزين نقول ان هي حر قوي. تمام جدا. اوكي. فده حاجه. تاني حاجه برضه احنا دلوقتي بنستخدمها هو حاجه اسمها سبوت ريبير. السبوت ريبير هو عباره عن اصلاح ريبير ويتشز اللي هو ايه بقى؟ هو الاصلاح لاجزاء صغيره في العربيه دون رش جزء كامل. يعني مثلا لو انا عندي خبطه معينه في الباب او خبطه معينه في الرفرف صغيره ما بقتش محتاج ارش الباب كامل. في الصاج ولا خبطه في الصاج؟ اوكي. ما بقتش محتاج ان انا اصلحها وارش الباب كامل او تاخد وقت قد ايه عشان تترش الخبطه اللي في الصاج؟ الوقت ده طبعا بيختلف من مكان لمكان بقى على حسب حاجات كتير سواء بقى يعني العميل وقت قد ايه. افريج ممكن تاخدها مثلا ماكسيموم 3 دايز. حضرتك النهارده في المسابقه اللي بتنظمها؟ اولا هي مسابقه رائعه وكانت شركه كرايزلر ايجيبت الحقيقه اول شركه تعمل سكيل كونتست اللي هو اختبار المهارات الفنيه للفنيين اللي موجودين داخل مراكز خادمه الخدمه اللي بتتبع شركه كرايزلر دوتش ايجيبت. اوكي. الحقيقه كل سنه بيحصل تطوير في هذه المسابقه. السنه دي انا شايف ان اسلوب أسئلة وأسلوب الاختبارات متميز جدا واختلف وتطور. علاوة على حتى حفل تسليم الجوائز معمول في الأوبن إير. أنا شايف الجو حلو جدا والأتموسفير كمان عالي قوي فعلا. ده حقيقي. طيب حضرتك بقى كلمنا بما إن حضرتك خبير في صناعة السيارات كلمنا عن أخبار السوق الأيام دي عامل إزاي. السوق فعلا بدأ يتعافى. تمام. في زيادة في مبيعات حتى هذا الشهر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في زيادة عنها. بس ما ننساش ان العام السابق كان متأثر بتغييرات كتيرة حصلت بالزبط. في مصر وفي وتأثرت بها قطاعات الصناعة كلها وقطاعات الاقتصاد. لكن هو افضل من السنة اللي فاتت. فانا وجهة نظري ان شاء الله متفائل ان هيحصل تعافي اكتر باستقرار الحالة الاقتصادية للبلد. تمام. وبدء تنفيذ المخططات الأمنية اللي هي هتخلي الشارع المصري أكثر أمنا. النهاردة مشتري السيارة إذا ما كانش بيأمن عليها وهي موجودة في الشارع أو أثناء سيره في الطرق الحقيقة بيفكر أكتر من مرة في شراء سيارة جديدة وفي تغيير السيارة اللي معاه. إيه أكتر حاجة إيه أكتر أوبشن حاجة شايف إنه مفروض يكون بيميز السيارة الأيام دي؟ أكتر أوبشن حاجة مميزة جدا موجودة في السيارة الأيام دي. هو السيارات اللي هي موجودة حاليا بيبحث دايما المستهلك بيختلف وجهة نظره أو احتياجاته. في مستهلك بيبحث عن الفخامة. الماجوريتي بيدوروا على إيه؟ الماجوريتي بيدوروا على السيارة الاقتصادية. تمام. اللي هو بتلبي طلباته تلبي احتياجاته تلبي كل شيء بيطلبه في الطرق اللي بيطلبها ولكن بسعر يكون معقول وفي نفس الوقت بيجد خدمة بعد البيع لهذه الشركة متوفر وبرضو قطع غيار تكون سعرها معقول.